السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 26/5/2024 في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي. متابعين الكرام، قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سياح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الاحد 26/5/2024، اتلانتا فازت على تورينو 3-0، نابولي تعادلت امام ليتشي 0-0، ايموبولي فازت على روما 2-1، فروسينوني خسرت من اودينيزي 0-1، هلال فيرونا تعادلت امام انتر ميلان 2-2، لاتسيو تعادلت امام ساسولو 1-1. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الايطالي وترتيب الهدافين. وكده الجولة 38 انتهت وعندنا مباراة واحدة فقط، هي لمباراة اتلانتا المؤجلة امام فيورنتينا يوم الاحد 2/6/2024 باذن الله تعالى. امس السبت يوفنتوس فازت على مونزا 2-0، وميلان تعادلت امام سالرنتانا 3-3، ويوم الجمعة جينوا فازت على بولونيا 2-0، وكالياري يوم الخميس خسرت من فيورنتينا 2-3. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي. تصدر الدوري انتر ميلان بطل الدوري الإيطالي في المركز الأول 94 نقطة. عندنا في المركز الثاني ميلان 75 نقطة، وكده كده انتر ميلان تأهل لدوري أبطال أوروبا بصفة البطل. ميلان المركز الثاني 75 نقطة، تأهل لدوري أبطال أوروبا. يوفنتوس المركز الثالث 71 نقطة، تأهل لدوري أبطال أوروبا. أتلانتا المركز الرابع 69 نقطة، وتأهل لدوري أبطال أوروبا. بولونيا المركز الخامس بولونيا المركز الخامس 68 نقطة، وتأهل لدوري أبطال أوروبا. ومش عارف ازاي بصراحة، أول مرة ياخدوا حد خمسة من الدوري الإيطالي مثلا، فاهم قصدي؟ أعتقد والله أعلم هو ده الكلام الصح ولا لأ، هو ده النظام الجديد، لان عدد اصلا الفرق في النظام الجديد 36 فريق بدل ما كان 32. طب بولونيا خدوا ليه مثلا؟ عشان مثلا اتلانتا هو بطل الدوري الاوروبي، فقال لك هو غالبا اتلانتا بطل الدوري الاوروبي، بطل الدوري الاوروبي اتلانتا، فبالتالي تأهل لدوري ابطال اوروبا، فقال لك ناخد بولونيا وكمان يبقى 4 من ايطاليا مع بطل الدوري الاوروبي اللي هو اتلانتا، صح كده. روما المركز السادس 63 نقطة، ولاتسيو المركز السابع 61 نقطة، والاتنين تأهلوا إلى الدوري الأوروبي اليوروبا ليج. طب ليه هو كمان نفس الكلام كده؟ ببساطة، اللي في النهائي في الكاس مش عارف أتلانتا وفيورنتينا تقريبا، أو مش عارف مين، بس أعتقد حد من اللي تأهلوا دوري أبطال أوروبا رسميا أصلا اللي في نهائي كاس إيطاليا، فبالتالي كده كده ساب مكانه اللي هو في اليوروبا ليج لروما صاحب المركز للاتسيو صاحب المركز السابع، لان كده كده صاحب المركز السادس اللي هو روما تأهل الى الدوري الاوروبي، لان المفروض كان الخامس هو اللي بيتأهل والخامس تأهل لدوري ابطال اوروبا، بس هي سالكه مع الدوري الايطالي السنه دي في الاخر يعني. فيورنتينا بقى في المركز الثامن ب57 نقطة، وغالبا ده مش عارف في نهائي دور المؤتمر الاوروبي، فلو فاز يتاهل للدور الاوروبي، وكمان ساعتها تورينو هو اللي يتاهل لدور دور المؤتمر الاوروبي ثاني، عارف انت الدنيا سالكه مع الدور الايطالي اعتقد يعني. حتى الان فيورنتينا متاهل لدور المؤتمر الاوروبي 57 نقطة، تورينو المركز التاسع 53 نقطة، نابولي المركز العاشر 53 نقطة، جينوا المركز 11 49 نقطة، مونزا المركز 12 45 نقطة، هيلاز فيرونا المركز 13 38 نقطة، ليتشي المركز 14 38 نقطة، أودينيزي المركز 15 37 نقطة، كاليير المركز 16 36 نقطة، إيموبيلي المركز 17 36 نقطة، فيروسنون المركز 18 35 نقطة وهبط للدرجة الثانية، ساسول المركز 19 30 نقطة وهبط لدور الدرجة الثانية، وسلرنتينا المركز 20 والأخير 17 نقطة وأيضا هبط لدور الدرجة الثانية. متابعينا الكرام، ترتيب الهدافين. المركز الاول لو تارو مارتينيز لعب انتر ميلان متصدر الهدافين 24 هدف. المركز الثاني دوشان فلافيتش لعب يوفنتوس
16 هدف في المركز الثالث اوليفيجا رو لاعب ميلان 15 هدف، وفيكتور اوسيمين لاعب نابولي. مركز رابع البرت جوزمنسون لاعب جنوا 14 هدف. بالنسبة لصناع الأهداف، باولو ديبالا المركز الأول لاعب روما صنع 9 أهداف، ورافاليو لاعب ميلان. المركز الثاني كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان صنع 8 أهداف، وميختارين لاعب إنتر ميلان، وأوليفيجيرو لاعب ميلان. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معاكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.